وش ظلم ولد عمي عضيدي خالي عضبي شف النار لضيوفه وصف دلاله واجتهد في حقه لك صور رفيق الغالي طول الله في بقاه وطيب الله فاله مرحبا والعود الازرق واشكر الفنجالي فالي والقدان واسمان الكب وشقاله خامس الاعياد موعدنا مثل ما قالي عقبة من الصيام وعقبة الهلاله عادته اجداده وابوهي طول ما ينطالي ما تغيرها ظنون وما اختلف من زاله يا حزامي يا عيال بسيس راس المالي يا سلاير صلب جدي ما طلحين القاله احتزم والقافي قافي والحلال حلالي وارد عند الروى اللي ما تجف حباله الولد وانطاف راسه طاف اشرح للعوارف ما يدور ببالي ودي اوصل لبعض الواهمين رسالة مشيختنا سابقة ما جاتنا من تالي قبل ابو تركي يقوم وقبل حكم عياله يوم طب القوم قاموا للرجال رجالي نكسر الراس العنيد ونردع العيالة عندنا للي يزل عن الطريق الصالي من يذل الدرب نكرم شرفه وسباله احمد الله ثابتين وصفنا ما مالي واعتزي في الليل يا طاح الطيري حشتاله عقب ما نادوه باسمه ردها في الحالي وانت نادونا التنين وشالهم بالحاله من ديار القمة والدم الحمر شلالي لين وصلهم دياره جمل الله حاله عزوتي يا لدايب يا حماة التالي يا عروش المجد يا صرح الفخر والطاله يا حواتم دولة الهيل المقام العالي يا رواسك اشبو وكون القرى وجباله نجهر كبار الفعول ونجدع الخيالي من يراه اني عليها حضر ومعداله كلنا دون القبيلة حال ولا مالي كلنا دون الوطن من جاله اليجاله الملك سلمان ما غيره ملك والي العرب والشرق الاوسط كلهم بضلاله العرب والشرق الاوسط كلهم بضلاله العرب والشرق الاوسط كلهم بضلاله